في إطار دورها الإنساني والاجتماعي، أقامت وزارة الداخلية تحت مظلة مبادرة كلنا واحد جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية، أقامت احتفالية بعيد الأم لأمهات وأبناء المناطق الحضرية الجديدة وتوزيع هدايا عليهن، كما تم توزيع هدايا على الأمهات التي لم تتمكن من الحضور وذلك في أماكن إقامتهم. لما الدنيا تقول لي افرح 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 ومن القلب، لما بلدنا ادتنا الحب. تواصل وتفاعل دائم من وزارة الداخلية مع شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة وأسرهم، ففي إطار مشاركة الوزارة الاحتفال بعيد الأم قامت بدعوة عدد من الأمهات قاطني تلك المناطق لحضور ندوة ثقافية حول الطرق الصحيحة في التربية ومعاملة الأطفال حتى يتسنى لهم بناء أجيال جديدة تتمتع بالثقافة والرؤية الوطنية. عايز أعرف إزاي أحمي ابني من إن هو يسمع أي كلام بره وإن هو يصدقه. بعلمه البحث، ما ياخدش الكلمة كده ويرددها وما ترددش معلومة مش متأكد من صحتها. أنتوا بتبنوا جيل جديد، جيل جديد صحيح مثقف بيفكر متربي صح، عايز يبني بلده ينتمي ليها ويقدرها ويعرف قيمة مصر. حصل تغيير بالنسبة للأولاد وبالنسبة لينا ان احنا ازاي نتعامل مع أولادنا، ودي حاجة حلوة يعني مبسوطين منها. لما الولد بيحضر نفس المبادرة ويرجع في البيت يحكيها لوالدته او لوالده، ونفس الطريقة لما بنيجي احنا نحضرها لازم نطبقها على أولادنا في البيت. المحاضرة النهاردة بصراحة علمت لنا حاجات جميلة، يعني عارفة رب أولادي كويس. واستمرارا لهذا التواصل وفي إطار حرص وزارة الداخلية على الاحتفال معهم بعيد الأم، فقد تم تنظيم احتفالية لهم بوادي الفروسية تحت مظلة مبادرة كلنا واحد جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية، شهدت حضورا من عدد من الفنانين وسط فقرات غنائية وترفيهية تفاعل معها الحضور. لما تشوف أفضل حرفين يحمو يبنوا اليوم الدين، وليك يا مصر رد الدين لأجل بلدنا مجد الأوطان. الأمهات مشاركين كلهم وشاف السعادة عليهم، من جمع الحاجات دي ما كانتش بتحصل لهم خالص، كانوا عايشين في حياة تانية واتنقلوا حياة مختلفة خالص. بس احنا بنهتم بمكانهم وساكنين فين وقاعدين فين، لا احنا بنهتم بيهم وان احنا نثقفهم وننمي فكرهم. احنا بننهض بالمستوى الثقافي اللي بيجي منها جملة جيل جديد. احلى حاجة ان تيجي كلمة كل سنة طيبة امي من وزارة بحجم ووجود على الارض، وزارة زي وزارة الداخلية، لأن هي من أقرب الشخصيات للناس في الشارع. شكراً للمجهود الرائع اللي هم بيعملوه وبيبذلوه طبعاً تحت رعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيعني بجد أنا النهاردة مبسوطة جداً. الاحتفالية النهاردة من الخيال، أنا سعيدة جداً إن أنا في وسط كل حبايبي اللي أنا بحبهم صغيرين وكبار. كل سنة وإنتوا قمر. لما تشوف أفضل حرفين يحمو يبنوا اليوم الدين. احنا فرحانين النهارده ان احنا جينا حفله عيد الام وجينا لماما وادونا فرصه ان احنا نقول لماما كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه. انت طيبه يا نقول لك كل سنه وانت طيبه وربنا يخليك لينا. طيبين ميرسي. بشكر الامهات، والنهارده كان في حفله جميله وحاجه تسعد كل ام مصريه. اقول للرئيس يشكر طبعا ان هو مهتم باولياء الامور وان هو عامل لنا حفله جميله قوي زي ديت. ان طبعا الشرطه تخلي ان عيل عنده طموح ديت حاجه كبيره بالنسبه لنا جدا. شمس جديدة ورايا ترفرف جوه قلوبنا وفينا مصر. وقد تم توزيع هدايا على الأمهات بمناسبة عيد الأم لتؤكد مبادرة كلنا واحد على نجاحها في بناء أجيال جديدة بالمناطق الحضارية الجديدة. وحرصت وزارة الداخلية على الاحتفاء بالأمهات التي لم تتمكن من حضور الاحتفالية عن طريق اصطحاب أبنائهن، مع مساعدتهم على توفير هدايا عيد الأم لتقديمها إلى أمهاتهم تكريماً لهن ولعطائهن وتحملهن المسؤولية واعترافاً بفضلهم
في بناء هذه الأجيال. لما تشوف أبطال حزين يحمو يبنوا اليوم الدين. أنا مبسوطة جدا اللي أنا قدرت أنفذ حياة كان نفسي أعملها وأجيب لماما هدايا في عيد الأم، وبجد مبسوطة جدا وبشكر الضباط اللي وقفوا معايا وهم اللي ساعدوني اللي أنا أعمل كده. بشكر وزارة الداخلية إن هي فرحتني وفرحت بنتي كويس جدا. خليكي قلبي. أول سنة أفرح فيها، دخلته عليا هو والضباط يعني ساعدوني بصراحة. أنا بصراحة ما كنتش متخيلة اللي هيبقى فيهم فجأة وهم يفتكوني في عيد الأم، دي حاجة كبيرة قوي. شكرا لوزارة الداخلية ان هم جم وفرحونا صراحة وفرحوا قلبنا، وكل سنة وهم طيبين وربنا يكرمهم ويوفقهم. فرحانة قوي ان انا شفت الابتسامة بتاعت امي، وربنا يخلينا سيادة الرئيس ان دايما فاكرنا. بشكر وزارة الداخلية على دعمهم لينا وعلى وقفتهم معنا في كل حاجة، وبشكر حمزة طبعا على الهدية الجميلة وعلى ان هو بسطني وفرحني قوي النهاردة بجد. كل سنة وانتي طيبة يا أحلى أم في الدنيا. مبادرة كلنا واحد جيل جديد التي أطلقتها وزارة الداخلية برعاية رئيس الجمهورية تواصل تحقيق مستهدفاتها بالاهتمام بأبناء المناطق الحضرية الجديدة لتعميق روح الولاء والانتماء لديهم والتأكيد على أهمية الانتماء لهذا الوطن مع إحياء المناسبات المختلفة كعيد الأم. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.